اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه متجدده من برنامجكم عدسه اثراء، التي من خلالها نغطي جميع الفعاليات المقامه داخل دوله الكويت، منها الاجتماعيه والثقافيه وايضا الدينيه والتربويه. فاهلا وسهلا فيكم في حلقه اليوم، حياكم الله معنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، قد تكلمت في الحلقة الماضية عن أسباب دخول الجنة، وكذلك ذكرت يعني بعض الأمور التي إن عملها الإنسان وابتغى بذلك وجه الله سبحانه وتعالى فإنها سبب إلى دخوله إلى الجنة، كالإيمان والعمل الصالح وتقوى الله عز وجل والتوبة ويعني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى وغيره من الأعمال. ثم بعد كذلك من الأعمال، أو قبل أن أبدأ، كثرة الأعمال التي تكون سبب في دخول الجنة هذه من رحمة الله عز وجل، أن الله عز وجل جعل هناك أعمال كثيرة، ليس هناك عمل واحد، يعني ليس مثلا فقط أنك بإسلامك فقط أنك، وإنما إسلامك، صلاتك، صيامك، حجك، وجهادك، تبسم والأخلاق، أعمال كثيرة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه كلها أعمال، هناك شيء في القمة وهو الأصل، وهو توحيد الله عز وجل، قول لا إله إلا الله، هذا أعظم شعب الإيمان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذا أمطت الأذى عن الطريق لك أجر، لعلك تدخل الجنة بإماطتك الأذى عن الطريق. فقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجل يتلبط في الجنة دلالة على سعادته، قال: في غصن شجرة قطعها كانت تؤذي الناس. يعني هذا ربما يرى العمل، الإنسان يرى يعني أذى في الطريق، ربما في الشارع، يعني إنسان وضع حجر أو شيء خلف سيارته ثم بعد ذلك أصلحها ثم مضى وترك هذا الحجر، وكم من إنسان ربما انقلب ومات بسبب هذا الرجل. فإماطة الأذى عن الطريق يعني هذا يعني من شعب الإيمان. فالله عز وجل من رحمته بنا سبحانه وتعالى أنه جعل هناك أعمال كثيرة نقوم بها هي سبب في دخولنا إلى الجنة من فضل الله عز وجل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فمن هذه الأعمال أيها الإخوة بناء المساجد، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعمارة هذه المساجد يعني من الإيمان، ودخولك إلى المسجد هذا من الإيمان، ودلالة على إيمانك بالله عز وجل وخوفك وأنك تريد ما عند الله عز وجل. بناء المساجد له أجر عظيم، كما يعني جاء في حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. يعني سبحان الله، الجزاء من جنس العمل، كما أنك بنيت بيت لله عز وجل في الدنيا سيبني لك الله عز وجل بيت في الجنة، بيت في الجنة، وكل من صلى فيه لك الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، والمساجد إنما هي بيوت الله عز وجل، وهي أطهر الأماكن، كما قال عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. فهذه المساجد هي رحمة من الله عز وجل بنا، سواء من بناها مخلص لله عز وجل، أو أنه من أكثر الجلوس فيها وأصبح من رواد المساجد يصلي الفروض الخمسة التي أوجبها الله عليه، يصليها في بيته سبحانه وتعالى، له أجر عظيم وفضله سبحانه وتعالى كبير. فمن وفقه الله عز وجل إلى بناء المسجد، بناء مسجد أو مشاركة في المسجد، فقد حصل له خير كثير، وفضل الله واسع ولا يحد، وجوده كبير عظيم سبحانه وتعالى. ربما يعمل الإنسان عملا قليلا لكن يصحبه الإخلاص وتعظيم الله ومحبة الله، فيغفر الله له سبحانه وتعالى جميع ذنوبه، ويجعل حاله على أحسن حال، لأنه وقع في قلبه من محبة الله وتوحيد الله وتعظيم الله عز وجل الشيء العظيم.
قال تلك المرأة البغية الزانية من بني إسرائيل التي يعني وقع في قلبها يعني من الشفقة والرحمة ببهيمة بكلب أجلكم الله، وهي بغي زانية، ولكنها لما سقت هذا الكلب ورحمته رحمها الله عز وجل وغفر لها سبحانه وتعالى. فربما تكون هناك من الإنسان أعمال قليلة ولكنها فيها الإخلاص ومحبة الله عز وجل، فينتفع هذا الإنسان بهذا العمل. أيها انتفاع عظيم وكبير، والله عز وجل يجعل في قلبه البركة والطمأنينة والراحة، ويبارك في نفسه وأهل بيته، ويبارك في عافيته وفي دينه وفي ماله وفي كل شيء، لأنه عمل عملا عظيما جعله لربه سبحانه وتعالى. وكذلك من الأعمال التي تدخل الإنسان الجنة الاستقامة على الدين، فاستقم كما أمرت لا كما تشتهي. الله عز وجل قال فاستقم كما أمرت. الاستقامة إنما كيف نعرف أن الإنسان مستقيم؟ إذا عرضت أعماله على كتاب الله وسنة رسوله. أما إذا كانت أعماله على غير هدي الله ورسوله، على غير طاعة الله وعلى غير هدي رسوله، فهذه أعمال محبطة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه. تعمل عمل تبتدع في دين الله، تأتي بصلاة بأذكار غير مشروعة وتؤلفها من عندك، أو تأتي بصلوات ليست موجودة في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذه بدع غير مقبولة مهما كثرت ومهما أخلص فيها الإنسان، غير مقبولة. لأن الله عز وجل أنزل كتاب وبعث رسول وأمرنا بطاعة الله ورسوله، وقال ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فالفوز العظيم إنما يكون بطاعة الله وطاعة رسوله واقتفاء هدي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، بهذا ننجو. فهذه الاستقامة. وسفيان بن عبد الله الثقفي لما قال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسطر واحد اختصر له هذا الدين، قال قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله يعني كن مؤمنا مسلما لله عز وجل، مستقيما على طاعة الله وعلى طاعة رسوله، بهذا ينجو، غيره لا ينجو الإنسان. ومن أسباب دخول الجنة حسن الخلق، وهو بذل الندى وكف الأذى، لا تؤذي أحد، هذا من الخلق. أحسن إلى الناس، هذا من الخلق. التبسم في وجه الناس من حسن الخلق. عدم إيذاء الناس بفعل أو بقول، هذا عدم إيذائهم هذا من حسن الخلق. الإحسان إليهم، الرحمة بهم، كفالة اليتيم رحمة، هذا من حسن الخلق. المسح على رأس اليتيم من حسن الخلق. أنك تعين الضعيف والأخرق الذي لا يستطيع أن يفعل شيء، هذا من حسن الخلق. فهي حسن الخلق أفعال وتروك. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قالت ألست تقرأ القرآن؟ قال نعم. قالت كان خلقه القرآن، خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. والله عز وجل قال وإنك لعلى خلق عظيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الإنسان الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. وفي المقابل عندما سئل عن أكثر ما يدخل الإنسان النار قال الفم والفرج. فلذلك الله جل وعلا يقول فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. أطع الله ورسوله تنجو، معصية الله ورسوله فيها الهلاك والدمار في الدنيا وكذلك في الآخرة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن من أقربكم إلي منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. سبحان الله، حسن الخلق. أنك ربما تكون
قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ربما تكون جار للرسول صلى الله عليه وسلم بأخلاقك الطيبة التي تبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله الله بالعناية بالأخلاق الطيبة فإنها سبب بإذن الله إلى النجاة من النار وإلى أن تكون قريب من منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين، والحمد لله رب العالمين. وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله في نفس الموعد. لكم منا أجمل تحية ومع السلامة.